هل أنت سوزوكي؟ لا، ترى ما أقصد سيارتك، أقصد من عائلة سوزوكي اليابانية. طب تعرف أحد من عائلة سوزوكي؟ والله ما بمزح، إذا كانت الإجابة نعم، مبروك. بلدة يابانية تعرض أموال ضخمة مقابل الانتقال إليها بشرط إنك تكون من عائلة مصمم السيارات الشهير سوزوكي، ولازم تعيش فيها 5 سنوات على الأقل للاستفادة من الحوافز المادية. المبادرة أطلقتها بلدة كاينان مسقط رأس عائلة سوزوكي عام 2021 في محاولة لوقف تراجع عدد السكان. تستهدف الحملة نحو 750 ألف سوزوكي يعيشوا في طوكيو المزدحمة والمحافظات المجاورة، من خلال إغرائهم بملايين الينات، وبلغة الدولارات إحنا بنتكلم على 20,000 دولار للأسرة من 4 أفراد و4,000 للعزاب. يا سلام. طيب اليوم بعد أكثر من 2 عامين على الحملة، كم شخص انتقل إلى البلدة؟ الإجابة 0. 0 سوزوكي رغم جميع الإغراءات. ليه كذا؟ البلدة لم تفقد الأمل وتواصل البحث. 47,000 نسمة هو عدد سكان بلدة كاينان، 36% منهم أشخاص يبلغوا 65 عام فأكثر، يعني انخفاض معدل المواليد وشيخوخة سكانية، موت وخراب ديار. لكن الأزمة ليست كاينانية، هي يابانية في الأساس. خلال 2022 انخفض عدد السكان بأكثر من 800,000 نسمة، وهو رقم غير مسبوق.